صباح الخير السادة الحضور مع حفظ الألقاب والأسماء. تحياتي لكم وشكرا على مجيئكم اليوم. جمعنا مناسبتين في احتفالية واحدة، ونسي الأستاذ خليل أن يذكر بأن جزء كبير من هذا مركز التوحد تم تبرعه من قبل منظمة اسمها أخوة العراق، ورئيسها فرج بنوا كاميرا من فرنسا. وكنت أتمنى أن يكون حاضر، كتبتول اليوم، وكان جدا سعيد حقيقة ويستحق شكرنا وتصفيقنا. شكرنا أيضا لكل من أسهم وتبرع في تحقيق هذا المركز، مركز التوحد ومركز الثلاسيميا، اللي راح تبدأ الخدمة لأبناء كركوك من العوائل والمصابين بمرض التوحد. ونطمح إلى أكثر من هذه المشاريع اللي تقوم بها المنظمات الخيرية والإنسانية لمدينتنا، وإن شاء الله نحقق هذا الأسلوب الجديد الملفت للنظر، خاصة للشرائح المستضعفة من أبنائنا اللي المصابين بأشكال العوق، والأطفال هم الأكثر حاجة لأنهم مستقبلنا. عندما يكون عندك طفل طبيعي يحصل على درجات جيدة أنت تكون سعيد، وعندما الطفل أو الطفلة ينجح في دروسه وفي حياته أنت تكون سعيد. هذه الفرحة الطبيعية ممكن كثير منا نعتاد عليها، ولكن لمن هناك أطفال ونسبة عالية اليوم لتظهر من مشاكل صحية أو مشاكل تعلم أو نجاح، هذه لا سمح الله إذا عائلة تعرضت لها هي خبرة قاسية، وما نقدر فقط أن نستسلم للأمر الواقع. مثل هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية بشكل خاص، ويحتاجون إلى أن نطبق عليهم المكتشفات الجديدة اللي صارت في زماننا، خاصة مرض التوحد، واللي ينتج عنه صعوبات بالقراءة أو عجز بالانتباه أو فرط نشاط أو عدم تكيف مع المجتمع. مثل هؤلاء الأطفال نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير منهم هم وعوائلهم يكافحون يوميا من أجل النجاح، وهناك من يحاول أن يساعدهم. سيكون إذن من الرائع أن نعلم هؤلاء الأطفال بقبولهم، وأن الزملاء يقبلوهم. يعني مع الأسف أطفال التوحد ما يقبلون بالمدارس. الدولة الوحيدة اللي شرعت قانون من الثمانينات هي إيطاليا، تقبل التوحد في مدارس طبيعية عادية، ويعين لهم مربي خاص. فنتمنى فعلا أن يكون العراق، ولعل كركوك تكون سباقة، بأنه المدارس العادية تقبل أطفال التوحد، وهذا يحتاج إلى تغيير في عقلية المجتمع والناس وحتى الأهل. هل يمكنني أن أطلب منكم شيئا آخر؟ حققنا هذا المشروع بسنة ونصف، وبسبب جائحة كورونا كان التأخير. هو حقيقة تكريم للأطفال اللي هم في حالة فريدة لكنهم مختلفين، ويمكن أشوف في هذا علامة في كركوك، لأن كركوك هي المدينة اللي بها الاختلاف شيء طبيعي، اختلاف اللغات، اختلاف المذاهب، اختلاف. هذا الاختلاف هو أسميها سويسرا العراق بهذا التعددية والاختلاف. فالاختلاف أيضا على صعيد الأمراض والعوق هذا أيضا يحتاج إلى أن يقبل بنفس الصيغة. اعتبارا من الآن سوف يلاقي الأهالي والأولاد للمصابين بالتوحد يلاقون في هذا المركز الجميل
أشخاص يحبوهم ويشجعوهم. وأريد أقول لكم بأن كثير من العباقرة اليوم اللي يحملون شهادات عالية هم من كانوا مصابين بمرض التوحد. شكرا لكل من أسهم في هذا. أذكر بصورة خاصة الأخوة عماد متي أبو دريد، المهندس المعماري هديل سالم، المهندسة منار متي، المهندس فراس إبراهيم ومساعده محمد، السيد خليل إبراهيم، الكهربائي الأسطى حسن وولديه، الأسطى يشار وابنه، والمهندس رأفت علاء الدين القادم من أمريكا. أذكركم أيضا يمكن نقدر من هسه نسجله في أجنداتنا أنه أكو يوم عالمي لمرض التوحد هو 2 نيسان. قد نقيم حفلة أخرى بعد ما يكون هذا البيت بدأ يشتغل. قبل ما أنهي كلامي اسمحوا لي أن أحكي لكم فرد قصة. أحد حكام الصين وضع صخرة كبيرة على الطريق بحيث أغلق الشارع تماما، ووضع حارسا يراقب من خلف شجرة ويخبر الملك بردة فعل الناس. مر أول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة، فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم نفسه. فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعا صوته يقول: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف نعاقب من وضع هذه الصخرة. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد. ثم مر 3 أصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة، وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. مر يومان حتى جاء فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورأى الصخرة فلم يتكلم، فبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها طالبا المساعدة ممن كان يمر من هناك. فتشجع آخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق. وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقا حفر له مساحة تحت الأرض. في هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من الذهب ورسالة كتب عليها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها. والله يحفظكم.